يقول: هل نصلي خلف من لا يقول أن اليهود والنصارى كفار وقد نصح؟ يقول أن اليهود والنصارى الذين يشركون بالله ويقولون المسيح ابن مريم ابن الله، واليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا عليه السلام، فدل على أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء. فكيف يقال أن اليهود والنصارى إنهم مسلمون وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالقرآن الكريم؟ ما يقول هذا إلا إما جاهل وإما زنديق، نسأل الله العافية.